السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology Made Easy، ونكمل كلامنا النهاردة في المحاضرة العاشرة من السلسلة، واللي بعنوان Introduction to Donation Testing and TTIs. واتكلمنا المقطع اللي فات عن Red Cell Antigen Screening، ودي كانت آخر حاجة من الحاجات اللي قلنا عليها واللي بنعملها لعينة المتبرع، وقلنا اسمها Red Cell Serology Testing. نيجي بعد كده للجزء المهم التاني اللي معانا واللي قلنا عليه، اللي هو TTIs، وقلنا ده اختصار لإيه؟ لل Transfusion Transmitted Infections، بمعنى الحاجات المعدية واللي بتتنقل خلال نقل الدم، فتتنقل من المتبرع للمريض اللي هينقل الدم أو أحد مكوناته. أهم TTIs دي زي إيه؟ زي الهيومن إميونوديفيشنسي فيروس الـ HIV والهيباتيتس B وC والسيفلس اللي هو الزهري. وطبعا في حاجات تانية كتير من TTIs، بس يعتبر أهم الحاجات دي اللي قلنا عليهم دول، وهي الحاجات اللي بتكون أساسية في الكشف عن TTIs وما ينفعش مكان ما يعملهاش، وهي حاجات برضو بتكون أو ممكن تكون مزمنة عند المتبرع بالدم ومش ظاهرة عليه أي أعراض بسببها. وعشان نكشف عن TTIs دي، ده بيكون عن طريق حاجة من 3 طرق، يعني اللي يكشف وجود حاجة من TTIs في العينة اللي معاه بيمشي في سكة من 3. أول حاجة، يا إما بيحاول يشوف النيوكليك أسيد بيحاول يشوف النيوكليك أسيد للحاجة دي، يعني الحمض النووي بتاع الموضوع ده بتاع الحاجة دي موجود في العينة ولا لأ. دي كده طريقة. طيب، والطريقة التانية انه بيحاول يكشف عن وجود جزء معين من الفيروس ده مثلا موجود ولا لأ. لو موجود يبقى غالبا الفيروس ده موجود، يعني مثلا حاجة اسمها ايه؟ HBS antigen، بيحاول يدور عليها، لو موجودة يبقى الفيروس موجود. أو حاجة اسمها P24 antigen B24 اللي موجود على HIV، لو موجود يبقى HIV موجود. دي كده الطريقة التانية. طيب، الطريقة التالتة إن الجسم بقى اللي دخله الفيروس ده الجهاز المناعي فيه ممكن يكون كون انتيبادي لي، يعني انتيبادي مثلا ضد ال HBS انتيجين. فلما يلاقي الانتيبادي ده معنى كده المفروض يكون الفيروس موجود، وهكذا. دول كده الطرق او المسارات اللي بيمشي عليها اي حد بيحاول يكشف عن وجود TTIs دي في العينة، ان هي موجودة يعني ولا لا. طيب، نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.